شلون استثمر راس مالي من السوق غير مستقره؟ شو معناته؟ مثل ما تعرفون كل 5 10 سنين او 8 سنين شو يصير؟ يصير تقدر تقول بصوره دائما تتكرر هاي، يصير مثل شلون انهيار اقتصادي او سوق الاسهم ينهار، يصير له تعديل ورا 8 سنين 10 سنين. بس الناس متخوفه لان صار 10 سنين وبعد سوق الاسهم بس يصعد ما ينهار. بس الناس خايفه، انا شلون استثمر فلوسي؟ انا ما اقدر احط فلوسي كلها بالاسهم، وباي لحظه كلها مرات السهم اللي مثلا المستثمر بيه يخسر 50% 70% بليله واحده، بليله ظلمه، ما يعني ماكو شيء مضمون هسه بسوق الاسهم من يصير انهيار اقتصادي. فسالت شلون استثمر راس مالي اذا السوق غير مستقر؟ على الفكره متوقع انه عام 2020 من صار الانتخابات الامريكيه الجايه راح يصير مثل انهيار اقتصادي او تصحيح لسوق الاوراق الماليه والاسهم. ف وين اساسا متخوفه وين احط راس مالي؟ ف خلينا نشرح الفرق. اكو شغل هسه احنا شنو شرحنا سابقا الاسهم اللي هي الستوكس، تستثمر بالاسهم قلنا. واكو شغله ثانيه اللي هي البونز. البونز شلون يعني سند مالي او قرض بفائده او سميه ما شئت. هسه خلينا نشرح الفرق بيناتهم، شنو الفرق بين الستوكس والبونز؟ اسهم وسندات ماليه او قروض او whatever. الستوك شنو قلنا؟ السهم، انه خلينا نقول على سبيل المثال شركه جوجل، شركه ابل، شركه اي تي ان تي، اي شركه عجبتك اشتريت السهم مالتها، اشتريت السهم مال الشركه هاي. شنو معناته؟ معناته انت عندك حصه من الشركه، عندك جزء من الشركه، شي يصير بالسوق تتاثر بيه. مثلا خلينا نقول انتعش السوق مال الاقتصاد العالمي وصعد شركه سهم مال شركه جوجل 10%، انت راح تربح 10%، كل شيء ينطبق عليك 100%، يعني عندك حصه من الشركه، جزء من الشركه، شي يصير انت تتاثر بيه بشكل مباشر. لا شنو البانز؟ السندات. البانز تختلف. البانز عباره عن شنو؟ مثلا خلي على سبيل المثال اكو البانز المشهوره، شلون اكو اليو اس تريجري بانز اللي هي مثلا تعطي قرض فائدة مثلا للحكومة الفيدرالية أو للولاية أو للمدينة أو لشركة معينة. شنو الفرق بين السهم الستوكس والبونز اللي هو القروض أو السندات المالية؟ إنه البونز ما يتأثر بشكل مباشر بالسوق، يتأثر هو بس مو بشكل مباشر. البونز عبارة عن مثلا أنا إجت الحكومة الفيدرالية، الحكومة الفيدرالية الأمريكية أعطيتها مبلغ مالي 10,000 دولار، 10,000 دولار. الاتفاقية شنو هي مثلا؟ حسب طبعا البانز اكو قصير الامد اكو طويل الامد، موضوع هم يتاثر باسعار الفائدة بالحكومة الفيدرالية. بس خلينا نقول انا خلينا نحكي بصورة عامة، اجت الحكومة الفيدرالية اعطتها 10,000 دولار، الاتفاقية شنو هي؟ ورا مثلا 3 سنين ال 10,000 دولار يرجعون اياها وكل سنة يعطوني فائدة 2%، هاي الاتفاقية. فشنو؟ سواء السوق صعدت او السوق نزلت، سواء صار انهيار اقتصادي وما صار انهيار اقتصادي، يعني شنو؟ اتفاقيه مثل ما هي تنطبق، ما لي علاقه. حتى لو انهار سوق الاسهم باكر وصارت مشاكل، انا عندي اتفاقيه ويا الحكومه الفدرالية، ما لي علاقه بسوق الاسهم. انا اتفاقتي وياك انه سنتي راح تعجل 10,000 وكل سنه تعطيني 2%، هذا هو. فشنو؟ تعتبر امنه اكثر. بس مو امنه بشكل كامل، لان موضوع ثاني عباره عن مثلا خلينا نقول انا اتفقت ويا الحكومه الفدرالية سعر البونز هاي مثلا يو اس تريجري بونز كان الفائدة السنوية 2%. اجت مثلا الحكومة الفيدرالية انتعشت وعندها استثمارات اكثر، قامت تعطي بدل 2% قامت تعطي 3%، اسعار الفائدة صعدت. شو صار بعدين؟ الاتفاقية مالتي انا عندي مربوط ويا اتفاقية مثلا سنتين، ما اقدر اخذ هالفلوسي واروح بال 3%، يعني اتفاقية سنتين هاي، اذا ابيعها راح ابيعها بخسارة. فشنو؟ راح يتاثر سعر البوند ينزل شوية. بس مو مثل انهيار سوق الاسهم، طبعا الاسهم انهيار كبير، هذا مثلا يتاثر شويه يصعد وينزل. ف هسه خلينا نشوف شلون استثمر راس مالي بهاي الحاله. شوفوا هذا السهم البياني، الرسم البياني، هاي هي الستوكس وهاي هي البونز. تلاحظون شيء انه دائما متعاكسات؟ اذا الستاك ينزل الباند يصعد. مثلا شوف هذا الستاك هنا نازل، الباند شنو؟ صعد. اذا الستاك يصعد الباند ينزل. ده اشوفهم متعاكسات. ليش متعاكسات؟ ليش تشوفهم عكس بعضهم؟ لان مثل ما نعرف
خلينا نقول سعر سوق الاسهم ده يصعد يصعد، فرحانين الناس ما ادري شنو ده يربحون فلوس، وبعدين انهار السوق، صار انهار، الناس اللي خاب عليها راس مالها يقول راح يصير انهيار اقتصادي، راح يصير شيء، شو يسوون؟ ياخذون فلوسهم كلهم من البانز وين يحطوها؟ قصدي من الستاكس، من الاسهم ياخذوها كلها يحطوها وين؟ للبانز، لان يعني البانز تعتبر مستقره اكثر. فايش راح يصير؟ راح تشوفون نسبه كبيره من راس المال راح كلها تنسحب من سوق الاسهم، تدخل كلها تروح للبانز. فدائما شوفوهم شنو؟ متعاكسات. وحتى طريقه يعني تعتبر استراتيجيه، اذا شفت البانز قامت تصعد بدون سبب، اكو ناس يتوقعون لعد راح يصير شيء بسوق الاسهم راح ينهار، فياخذون شلون بيانات يعتبروها. فزين اوكي، لعد انا شلون استثمر هسه؟ عندي راس مال واريد استثمر شهر بانش كده احط ستاكس، شلون استثمر هاي؟ الاستثمار اذا انت مثلا خلينا نقول مبتدئ وخايف وما عندك خبره وما تبي تخسر هوايه، اكو يبدون هيك يحطون مثلا 50% من راس مالهم المستثمرين اسهم ستاكس، و50% من راس مالهم يحطوا هاي السندات الماليه او القروض الفائده. عود بعدها يتعلم. بس بصورة عامة النظرية المتبعة مو بس من حالة انهيار الأسهم السنة كلها الوقت كله، شي تتبعون طريقة خلينا نقول الستاندر المعروف، مو شرط تتبع هاي، تتبع انت وش قد عندك نية تغامر برأس مالك، حرية شخصية هاي. بس خلينا نقول بصورة عامة يفضلون يستخدمون النظرية مال ايش قد عمرك تستثمره بالبونز اللي هي بالسندات القروض اللي تعطي فائدة. خلينا نقول على سبيل المثال، خلينا نقول شخص رجال عمره 70 سنة وعنده رأس مال مليون دولار أو نص مليون دولار، ما عنده استعداد يحط مليون دولار بسوق الأسهم ورأسا يصير انهيار اقتصادي ويخسر 70% من فلوسه، هواية. فشو يسوون؟ يحطون بقد عمرهم بالبانز. ايش قد بقد عمره؟ عمره ايش قد رجال؟ قلنا 70 سنة، راح يحط 70% من رأس ماله بالبانز ويخلي 30% بسوق الأسهم. خلي سوق الاسهم يصعد يصعد ينزل مستفاد، و70% البانز، البانز شنو؟ البانز عباره عن تحافظ قيمه العمله مالتك، هاي ميزتها. انه خلي قول تصعد بالسنه 2% 1% 3%، مو مثل الاسهم مرات خلال يوم تصعد 30% وخلال يوم تنزل 30%، اكثر هيك تحرك شلون موجيه، بس البانز اكثر مستقره. فايش يسوي مثلا هسه هذا الرجال كبير قلنا؟ راح يحط 70% من راس ماله بونز و30% يحطها اسهم. فشنو يصير؟ حتى لو انهار سوق الاسهم هو ما منظر شيء، ليش؟ لان يعني 70% مال بونز راح تصعد عادي مرتاح ماشي اموره 100 100. بس بالمقابل خلينا نقول واحد عمره 20 سنه يحب يغامر، ما قاعد انا ال 1000 دولار مالتي بنهايه السنه تصير 1020 دولار، ما تفيدني 100%، مو استثمار هاي صح؟ مو استثمار، وراس ماله ما عنده مليون دولار راح تلقاه، الصغير دي يتعلم راح تلقى راس ماله 1000 5000 10000 دولار، ما تفيد بانز، بانز كلش بطيئه. فشو يسوي؟ هذا العمر 20 سنه يحط 20% بس من راس ماله بانز. هاي شلون عباره عن للامان، خاف يصير شيء عندك 20% شويه مستقره راح تساعدك اذا صار انهيار اقتصادي، راح شلون تاثر ايجابيه. و 80% راح يحطها بسوق الاسهم. وبعد هاي تربح وتخسر على استراتيجيتك انت. بس تعمل استراتيجي ايش تسوي؟ اذا يعني مو تحط شلون نقول لا تحط فلوسك بيضه كلها بسله واحده، يعني حط مثلا ستاكس انواع، ستاك مع شركات عملاقه، ستاكس اسهم مع شركات صغيره، حط مثلا نسبه مئويه بالبانز، اكو بانز انواع، اكو يو اس تشري، اكو بانز الفدراليه اللي هي مستقره جدا مضمونه، اكو بانز مو مال الحكومه الفدراليه، اكو مثلا مع شركات انه يطول فايد اكثر بس شويه اكو احتمال الشركه تفلس وتقول بعد ما اقدر ادفع، ما راح يرجعوا لك القيمه الكامله مالتك، راح يرجعوا لك جزء منه بس مو كامله. فهسه افتهمنا شنو يفضل بالاستثمار، خصوصا هسه احنا شلون 2020 متوقعين، قصدي 2020 يتوقعون راح يصير انتخابات جديده، يتوقعون سوق الاسهم راح ينهار، هو اي توقعات تقول هيك. فانت عندك راس مال 10000 لو 100000 دولار تحطها بالستاك، هسه الناس متخوفه، فايش يسوون؟ يحطون نسبه جيده بالبونز، خاف ينهار السوق الاسهم، عندك البونز راح ترجع وبالعكس راح تصعد، ما راح تخسر هوايه، يعني يمكن حتى ما تخسر، يمكن حتى تربح حسب انت شلون استراتيجيه تسويها. بينما لو السوق منتعش وكل شيء ماشي الامور تمام، راح تحط مالك كلش قليل 5% 10% والباقي كله سوق الاسهم، يعني راح تصعد اسرع. تعمل نفس الاستراتيجيه؟ اذا عندكم اسئله تفضلوا، ولا تنسون النقر على الزر سبسكرايب.
ولا تنسون النقر على زر السبسكرايب حتى اي شيء جديد يوصلكم. يلا مع السلامة.